أجاك الموت يا تارك الصلاة. You are done، يعني أنت انتهيت، زمن الهبل خلاص راح. أبو سروال، أبو سروال، أبو سروال مين؟ كات يا إخوان، في اعتراف بسيط، في تحديث أو أبديت جديد، يعني إذا ما بتعرف أنا صار اسمي الأستاذ علي موسى. الأستاذ شو؟ الأستاذ علي موسى لو سمحتوا. إحنا دخلنا سنة جديدة 2022، وهالسنة غير، سواء إلكو أو سواء لهذا المتخلف اللي مفكر حاله إنه حيفشلني بالسنة الجديدة. لا، فشرة عين أمك يا صاحب القناة الأجنبي. الأستاذ علي موسى بالسنة الجديدة مش راح يرحم حد، راح يشكوا شك. انتوا شو دخلكوا؟ انتوا حيشكوا شك، حيشكوا فيديوهات، حيشكوا إبداع، حيشكوا مقاطع جميلة، إنما هذا حشكوا بالمعنى الحرفي، حشكوا. هذا أول مقطع بصوره بالسنة الجديدة عشان تكونوا بالصورة، أول مقطع. فبأنه احنا بالسنة الجديدة معناته معاكم الأسطورة والأستاذ علي موسى. ولما أقول لكم الأستاذ علي موسى يعني كل شيء اختلف، تمام؟ كل شيء اختلف. إذا بغلط أكثر من 3 أغلاط فأنا فاشل في سنة 2022، وأنا متأكد أنه مش رح أغلط ولا غلط بإذن الله. اليوم جايب لكم تحدي اسمه Who played for this team. السنة هاي بالإنجليزي كمان مش حرحم حدا، يعني مين لعب من هذول اللاعبين لهذا التيم. حيعرض لي النادي وحيعرض لي 3 لاعبين، وأنا لازم أعرف مين من هذول اللاعبين لعب في هذا النادي. قبل نبلش لا تسحطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، اشترك في القناة إذا مو مشترك، وفعل زر التنبيهات يلي بتحضر بدون ما تشترك، ويلا بينا نبلش. مبين علي من وجهي إنه أنا مش جاي رحم حدا، صح؟ بسم الله ونبلش التحدي. Hello, Total Football Quiz friends. Today we have a new challenge where we will measure. صوته متغير. You have a new challenge. زي هذا المثال يا إخوان. دقيقة يا إخوان، هذا ببوك الراسي. أنا صوته بوترني. صوته بوترني أقسم بالله. Number one. Number one. One of these players played for Bayern. Who this is in Bayern? Paco Alcácer. Toni Kroos اللي لعب لبايرن ميونخ. يلا اللي بعده، اللي خاطر والله اقعد ابعد انا في شو اسمه. ماتويدي هيسوس نافاس. خصوصا نافاس، يا الله صوته شو مستفز. ماتويدي اثنين صح. مين لعب لمانشستر يونايتد؟ اسمع انا بدي اوطي صوته لانه هذا مستفز. مين لعب لمانشستر يونايتد؟ جيرارد بيكي. انا اللي بدي احكي لانه ناقل راسي اقسم بالله، ولا عارف احكي ولا عارف شو اسوي. جيرارد بيكي. يلا اللي بعده، نيكست. مين لعب فيهم لريال مدريد؟ اوزيل ولا فيراتي ولا دي بروين؟ اكيد يعني اوزيل، مش لهالدرجه انا حمار كرويا يا زلمه. اسمع بهتف في نص وجهك يا صاحب القناه الاجنبيه، انت ما دخلكمش. اوزيل. يلا اللي بعده، حط لي موسيقى يا باسم، لانه مين لعب فيهم لا يوفنتوس؟ مين لعب فيهم لا يوفنتوس؟ مين لعب فيهم لا يوفنتوس؟ بنحط ستوب ومنركز فيها شوي. A B C. رقم سي، رقم سي. الو سي ما توقعش، بي اتوقع، كومن ما اتوقع، فتوقعاتي انه بي. استنى، من وين من وين لوين كومن لعب مع يوفنتوس؟ ولا تقعد تهلس علي. من وين لوين كومن لعب مع يوفنتوس؟ جيب لي صورة وكومن بلعب مع يوفنتوس. دقيقة يا عم، وانا بدي شو اسمه، هل لعب كومن لنادي يوفنتوس؟ والله كنت بدي اقول كومن، بس يلا ماشي. حلو 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 فيك انها بلشت تغلطني، تحاول تغلطني، بس فشرت عينك، فشرت عينك يا واطي، يا ابن الواطي. حلو، ابراهيموفيتش هو اللي لعب لأياكس على السريع، لان انا مش فضيلك، مش فاضي لاسئلتك التافهة. ابراهيموفيتش لعب لأياكس، طوله 199 سنتي، والعمر مواليد 90، وش اسمه، تحياتنا لك محمد عدنان. مين فيهم لعب لبروسيا دورتموند؟ مين فيهم بي لاعب لاتسيو هو اللي لعب مع دورتموند؟ تقول ليش هيريرا؟
بعد هسه غلط واحد والأمور تحت السيطرة. مين فيهم لعب لموناكو؟ أعتقد إنه والله صعبين يعني. هذا فرنسي ممكن لعب لموناكو، لكازيت، أو حلو إنه بلش يتوهني في الأسماء، فأنا أعتقد إنه لكازيت على ما أذكر إنه لكازيت. غلطين، لسه الأمور تحت السيطرة. مين فيهم لعب لتشيلسي؟ ماتا هو اللي استنى. ماتا لعب كان مع مانشستر يونايتد. ماتا لعب مع تشيلسي. ماتا بقول ماتا لعب مع تشيلسي. لسه معي خطأين وبكون أنا متخلف كرويا. باكو الكاثير هو اللي لعب مع نادي برشلونة. يلا أشوف كيف بدك تغلطني. ماشي، هو شوف هو بـ 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 يعني صعب، بس بنفس الوقت شو ما كانت صعوبته أنا مش هخسر. أنا اليوم ما راح أخسر، أنا اليوم قد التحدي. لعب لإنتر ميلان، كوفازيتش. استنى، لا بي استنى، كوفازيتش ما لعب مع إنتر ميلان. فرناندينيو. كوفازيتش، لا دقيقة، مو والله أنا احترت بين كوفازيتش. هاي لا تعتبر غلط، لا تعتبر غلط. ماشي باسم حطها صح، تقعد تقوى تحط لي صح وإكس. هاي صح، كوفازيتش هو مو فرناندينيو ها صح. كوفازيتش أوكي. مين فيهم لعب للايبزيك؟ نابيكيتا هو اللي لعب للايبزيك. أكيد مش هذا المتخلف رقم بي. نابيكيتا صح لا إخوان والله لحد هسه أنا ماشي صح، بس أنا احترت بين هذا وهذا. مين فيهم لعب لباريس سان جيرمان؟ اي بي سي. هسا أنا سي مألوف بالنسبة لي، ولكن أعتقد إنه إيه. صعبة هاي، صعبة وحس إني راح أغلط فيها. إيه 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 سي. مين فيهم لعب لليفربول؟ بالوتيلي هو اللي لعب لليفربول. يا اخوان انا لسه غلطين، فكونا من غلط كوفازيتش وش اسمه، لانه هو يعني لعب في دماغي. اوكي بالوتيلي الغالي، ندس شعبيه هواي نريد. مين فيهم لعب لاتلتيكو مدريد؟ حلو هذا السؤال حلو. اعتقد انه بي اللي هو لاعب ليفربول، والله ناس شو اسمه، ما تقوليش برناندو. بس لحد هسه صح، ولا فشرت عينك ولا. مين فيهم لعب لاي سي ميلان؟ بونوتشي. اخوان خلاص انا تدمرت حرفيا. السنة الماضية كانت دمار بالنسبة لي، انا اصنف زلمة ما بفهم في كرة القدم، فشرت عين اللي خلفوه. مين فيهم لعب لمارسيليا؟ مارسيليا صح، جوردي ألبا اكيد لا. مارسيال بالنص. بي 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 هاي مش بالحظ، هاي بالدهاء الفكري. مين فيهم لعب لمانشستر سيتي؟ اكيد مش ديمبلي، واكيد مش سيرجيو روبرتو، فمليون بالمية سي. تقول ليش هسه ما تغلطنيش؟ ايوه فكنا من الهبل، ديمبلي ما لعبش غير لدورتموند، وسيرجيو روبرتو ما شاف نادي غيرنا. مين فيهم لعب لاشبيليا؟ اكيد الاسطوره سيرجيو راموس هو اللي لعب لاشبيليا. الحمد لله يا رب انه انا صرت افهم في كره القدم والحياه جميله، الحمد لله يا رب. مين فيهم لعب لنابولي؟ بي لينغراند ما لعب مع نابولي. بي وسي. مين فيهم لعب لروما؟ هاي صعب، وانا حاسس اني راح اغلط فيها. ممكن بس توقف، بس حتخليني الالماني هذا ما توقعش، لينغراند برضه ما توقعش. سي الو استنى شو هيك، ثلاث اغلاط انا لحد هسه، ثلاث اغلاط.
إذا تجاوزت الثلاث أغلاط حكوا علي. إيه مش حكوا علي، تف في وجهي يا زلمة، تف في وجهي يا زلمة، أنا بدي تف في وجهي، بدك تف في السماء ترجع علي. مين فيهم لعب لغوص المنشم قلد بخ؟ اشتيقن 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 اشتيقن، حط لي موسيقى باسمة لأنه أنت فاهم، وطيت عليه الصوت لأنه صوت بوترني أقسم بالله. فايل تحديين، حلو حلو. مين هذا النادي؟ شوف جوردي ألبا ابن اللمسية أعتقد، ودييغو كوستا، دييغو كوستا أو جوردي ألبا، دييغو كوستا، دييغو كوستا، دييغو كوستا يا أسطورة. آخر آخر آخر، هذا مين هذا اللي بيلعب مع انتر ميلان؟ هذا مايكون؟ لا مو مايكون صح؟ طيب الألماني هاري كين ما توقعش، الألماني ممكن هذا الألماني، لا الألماني أو لاعب انتر ميلان، والله مشكلة. ركز بسروال لأنه أنت هاي يعني هي الأخيرة وممكن تكون الأخيرة، فبلاش ما تقصر، ركز بسروال. الألماني ولا أبو سمرة؟ لعبوا لليستر سيتي، لعبوا لليستر سيتي. هذا الألماني طلع قبل فترة بلعب ما، يا الله يا الله، ركز بسروال ركز بسروال، لا تبعرها، دفعت فلوس، كرامتك راحت، لا تصنف من متابعين كرة القدم ولا بتفهم كرة القدم. أبوس إيدك بسروال، أبوس إيدك، ركز. شوفوا مهول أبو سمرة، أبو سمرة صح؟ أبو سمرة أنا تابعت ليستر سيتي، بس هذا مدافع كان فيه مع درينك ووتر، بقف يا ربي يا رب خلص المقطع بسرعة. لا هذا بقى يلعب مع سي 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 وحد الله ولا ايه اذا بتبع العلم ولا اذا من حد من ولدته ومن حد تدرهم. انا محتار في هذا الطلب للزرابة اللي بالنص. واو يا اخوان، ما لا ما هو مش لهالدرجة. لا ما بطلت اعرف احكي، مش هاري كين، من حد من ولدته ومن عم تدرهم، من حد من ولدته ما حقق ولا شيء مع توتنهام، فكل خرا كل خرا يا زلمه. أم حياتي.